مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، انطلقنا هنا بشوط الختام في أرضية هذا الميدان لسباق أنتاج أبناء القبائل على أرضية هذا الميدان بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. شوطنا 25، من بعد هذا الشوط هناك أيضا سباقا مميز سوف ينطلق لأربعة أشواط أخرى، وسباق الوافين الذي دائما يأتينا أيضا في كل سنة على أرضية هذا الميدان، وترقبوا مفاجآت هذا السباق الخاص بالوافين. نسير مع هذه الانطلاقة، نسير مع ختام الأشواط، نتابع المقدمة، نتابع الصدارة، نتابع المركز الأول وصدارة هذا الشوط بهذا الانطلاق وهذا الأداء الجميل. تأتينا النويعس لهنا، حمدان بن محمد بن معتوق العامري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني هنا الغزيلة، تأتينا خليفة بن أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، والوصول من هنا شعلة معضد بن محمد بن هلال المزروعي يقدم هذا الانطلاق والأداء الجميل، بينما من الجانب الاخر رابعا غازية عبد الله بن راشد بن سيف الشاوي الغفلي، والوصول من قبل شواهين سالم بن معيوب بن سالم الدرعي. خامسا المركز السادس هنا ريفال سعيد بن سالم بن مره العامري قادمه بهذه الانطلاقه، وهناك دوامه خليفه بن امعه بن عتيج الرميثي، وايضا شعار هنا جواهر ناصر بن حمد بن سيل لخيلي، وتاتي مختاره لزايد بن حمد بن راشد بن غنير الكتبي منطلقه بهذا الاداء. شعار بن سالمين ايضا قادم من ميدان التحدي للمشاركه على ارضيه هذا الميدان بهذه الانطلاقه الراسيه. سالم بن حمد بن جار الله بن سالمين المري ايضا متسلله بهذا الانطلاق، والوصول من شعار بالعرط هنا مع بلقيس محمد بن عتيق بن سالم بالعرط الحميري. هذه هي الاسماء المنطلقه الباحثه عن الفوز، ولكن نعود مع الشاعر هو شعله 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 المنطلقه هنا بهذا الأداء. غاصب بن محمد المزروعي يقدمها بهذا الانطلاقة هنا أيضا وهذا الأداء الجميل هنا، وشعلة مشتعلة بهذه الانطلاقات، بينما لغزيلة خليفة بن أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي على المركز الثاني والمركز الثالث. عندك يا بن معتوق هنا أيضا تأتينا النويعس لحمدان بن محمد بن معتوق العامري، غازية عبد الله بن راهد بن سيف الشاوي الغفري المتسللة بهذا الأداء، ومختارة زايد بن حمد بن راشد بن غدير الكتبي تأتينا على المركز الخامس، والأسماء قادمة 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 باحثة أيضا عن النقاط المتميزة في هذا الصباح مع شوط الختام. تأتينا شواهين سعيد بن سالم بن سعيد المزروعي القادمة بهذا التحدي الجميل، وهنا هنا تأتي متعبة عيد بن الصغير بن قنوم بن يراد الكتبي أيضا قادمة، قدم هناك وضوح ويقدم متعبة بهذا الانطلاق والأداء الجميل. هناك غادم محمد بن ظافر بن هادي بن مسعود لحبابي، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط. هنا غازية عبد الله بن راشد بن سيب الشاوي لغفلي، وشعلة غاصب بن محمد بن هلال المزروعي يقدمها بهذا الانطلاق والتحدي. القادمة هنا ثالثا غادة محمد بن ظافر بن هادي بن مسعود لحبابي، يا سلام التحديات الأخيرة، ولكن هنا شعلة 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 على الصدارة على المقدمة والقادمة. غادة غادة قادمة، شعلة وغادة شعلة وغادة، الله التحديات. الشعار على المقدمة، هذا الانطلاق الجميل، شعلة غاصب بن محمد بن هلال المزروعي يقدمها هذا الانطلاق، وهناك غادة ظافر بن محمد بن ظافر بن هادي بن مسعود لحبادي بهذا الانطلاق، يا سلام الله بهذا الأداء. المرموم والمرموم المرموم وزعبيل، الله الله، هنا اهالي المرموم الاقرب حتى هذه اللحظات بهذه الانطلاقه من المرموم الى المرموم. هنا شعله للشاعر، هنا ايضا غاصب بن محمد بن هلال المزروعي، سلام للمرموم، سلام، شكرا ابو محمد على هذا الاداء المميز. هناك غاده لظافر بن هادي بن مسعود لحبابي، بينما المركز الثالث متعبه من حلت هنا العيد بن الصغير بن قانون بن يراد الكتبي، المركز الثالث شعار
هناك الوصول مشاهدينا الكرام بهذه الانطلاقه. شعار احياء بمطر بن صحيب بن حاذر الكتبي اذا صح الكلام. هذه الانطلاقات والتحديات المتميزه بهذا الانطلاق المميز الجميل. نعود الى التوقيت الزمني في هذا الدخول المميز الجميل مشاهدينا الكرام بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. التوقيت الزمني هنا ولحظة الوصول 4 دقائق 44 ثانية، 6 من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس على فوز شعلة. هنا أيضا لشاعرنا غاصب بن محمد بن هلال المزروعي، سلام للمرموم من المرموم غادة لظافر بن هادي بن مسعود الحبابي. أبو محمد أيضا قدمها هنا ب4 دقائق 44 ثانية، 7 من الأجزاء من الثانية. أحد الشعراء أيضا المتميزين ما شاء الله، شوطي خاص بالشعراء هذا وأدائهم وصلت هناك متعبة ب4 دقائق 45 ثانية، 4 من الأجزاء من الثانية أيضا مع انطلاقة عيد بن الصغير بن غنوم بن يرادة لكتبي من حلت بهذا الانطلاق والأداء المميز. الوصول هنا أيضا هذا الانطلاق من أرباح حياب بن مطر بن سعيد بن حاذر لكتبي كما توقعت بهذه الانطلاقات والتحديات. ومن الجانب الآخر شعار بن واس من حل على المركز الخامس. هذه هي النتيجة. تهانينا وناموس لجميع الفائزين بهذه الانطلاقات والتحديات التحديات المتميزة.